بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. حلقة النهاردة بديعة بنت ريا وحسب الله الجزء الثاني. بعد ما تكلمنا عن بديعة بنت ريا وحسب الله وحكينا قصتها وحكايتها في الحلقة اللي فاتت، هنتناول النهاردة نص أقوال واعترافات بديعة أمام سليمان بك عزت والأول مرة. على مدى 3 جلسات تحقيق استمع سليمان بك عزت رئيس نيابة القاهرة والمحقق الرئيسي لقضية ريا وسكينة، استمع لأقوال واعترافات بديعة ظهر يوم الأحد 28 نوفمبر سنة 1920 بعد أسبوعين تقريبا من بداية تحقيقات قضية ريا وسكينة اللي كانت وصلت لطريق مسدود في الوقت ده. ولكن اعترافات وأقوال بديعة فتحت أول طاقة في جدار الأكاذيب والمرويات الكاذبة لأفراد عصابة ريا وسكينة، وكشفت بديعة الكثير والكثير من الأسرار والحقائق من اللي كان بيحدث في بيوت الهلاك، البيوت اللي تحولت من العمل بالبغاء السري تحت إدارة ريا وسكينة تحولت لمقابر مدفون فيها 17 ضحية من ضحايا ريا وسكينة. بدأ سليمان بك عزت أسئلته لبديعة بنت ريا وقال لها: شاور على عرابي وسألها هل تعرفين هذا الرجل؟ قالت بديعة: ده عرابي. ونظرت له بحدة وقالت: ولكن أنا معرفش حتته ولا هو ساكن فين. سين: كيف تعرفين إنه عرابي؟ جيم: لأنه ضربني قبل كده في بيتنا. سين: ولماذا ضربك عرابي؟ جيم: في يوم كانت أمي خرجت تجيب حاجة من السوق وكانت رايحة تغيب للظهر، فحضر الراجل ده وقال لي: أمك فين؟ فقلت له: أمي مش هنا، راحت السوق، فراح ضربني وخرج. سين: لكن لماذا ضربك؟ جيم: معرفش، لأنه لقاني ألعب مع العيال فهربت منه فمسكني وضربني لأنه كان عايزني أقف قدامه وقال لي: أنا أضربك بالعصا والكرباج، فخفت منه ووقفت. سين: وهل أخبرت أمك؟ جيم: أيوة، قلت لها: يا أمي عرابي جه سأل عليكي وضربني بالعصا ومشى. سين: وهل كانت أمك تعرفه؟ جيم: كان يحضر لها كل يوم في البيت وتقول له يا عرابي. سين: ولماذا كان يجيء البيت؟ جيم: معرفش، لكن لما كنت أغيب على أمي وقت لما كنت أشتري لها جاز أو غيره كان يضربني. سين: وهل كان يحضر معه أحد؟ جيم: كان بيجي معه واحد وكان بيحوش عني. سألها سليمان بك عزت وقال لها: ألم يكن عرابي يحضر معه نساء إلى البيت؟ ردت بديعة وقالت: لا. سين: لكن أمك نفسها بتقول كده. ترددت بديعة بعض الوقت وقالت: أنا خايفة من أمي وجوز أمي، تقصد أبوها حسب الله وسكينة. سألها وكيل النيابة أو سليمان بك عزت وقال لها: لماذا تخافين منهم؟ ردت بديعة وقالت له: لأنهم يشخطوا فيا ويضربوني ويطردوني في الحارة ويقولوا لي اطلعي برا يا بنت، فكنت أخاف منهم وأجر روحي زي الكلبة وأخرج برا. سألها سليمان بك عزت وقال لها: ومتى كانوا يفعلون ذلك معك؟ ردت بديعة وقالت له: لما يكونوا في البيت ومعهم عرابي. سين: وهل كان معهم أحد غير عرابي؟ جيم: عرابي يكون معاه نسوان. سين: هل تعرفين أسماء النساء؟ جيم: معرفش غير واحدة اسمها عديلة التخينة، لكن أنا خوفي من أبويا وأمي وأهلي كلهم ومن الناس اللي كانوا مع عرابي. سين: وما الذي كانوا يفعلونه وقت أن يخرجوك برا؟ جيم: كنت أشوف قدامهم أكل ويقعدوا يأكلوا ويعطوني لقمة حاف واطلع برا زي الكلبة واعمل على روحي زي الناس على نفسي. سين: هل تعرفين نزلة؟ قالت بديعة: لا. سين: أمك أرسلتك لها لإحضار الصينية. بديعة ردت وقالت: أيوة، أمي قالت لي روحي عند نزلة هاتي الصينية اللي بيضتها، فقالت لي نزلة امشي يلعن أبوك، فرجعت ألعب. سين: وهل حضرت نزلة في ذلك اليوم إلى بيت أمك؟ جيم: أيوة، حضرت لوحدها. سين: ومن الذي كان موجودا في البيت يوم حضورها؟ جيم: كان موجود أبويا وزوج خالتي وعرابي وسكينة وأحمد الجدر. سين: وأين كانت أمك؟ معرفش.
سين: وأين ذهبت نظلة بعد ذلك؟ جيم: معرفش، ما شفتهاش تاني. سين: ألم تشاهدي ما حدث للنسوان في البيت؟ ألم تشاهدي أي حفر في البيت؟ جيم: أنا ما شفتش، لأن بالنهار بيطردوني أطلع برا ألعب، وبالليل يقفلوا علي الباب، ولو شفت حاجة كنت أقول. سين: ألم تشمي رائحة عفنة في بيتكم؟ جيم: لا. سين: هل كانت أمك تبخر بالبخور؟ جيم: خالتي سكينة هي اللي كانت تبخر غرفة أمي، وكمان كانت بتبخر بيتها. سين: ومتى كانت سكينة تبخر؟ جيم: كانت تبخر كل يوم. سين: هل تعرفين أنيسة وفاطمة وهانم وخديجة وأمينة وفردوس؟ وذكرنا لها أسماء المجني عليهن. قالت بديعة: أنا لا أعرف إلا عديلة ونظلة بتاعة الصينية، ولكن لا أعرف اسمها، فقط أعرف وشها. وأما الولية اللي كانت قاعدة في الكرسي هنا، تريد بذلك أم نظلة، يعني تقصد زينب بنت حسد أم نظلة اللي كانت بتخاف منها وبتكرهها بشدة. كملت بديعة وقالت: فكانت تقول لي أموتك واشرب من دمك. طبعا أم نظلة كانت بتخوف بديعة اللي كانت بتخاف منها وبتكرهها، وكانت فعلا بتقول لها هموتك واشرب من دمك، لأن زينب بنت حسن أم نظلة كانت متأكدة إن بديعة هي سبب اختفاء أو قتل بنتها نظلة أبو الليل، وإن بديعة هي اللي زارتها وسحبتها قبل اختفائها مباشرة. سين: لأي سبب كانت تقول لك ذلك؟ يعني أموتك واشرب من دمك. ردت بديعة وقالت له: أنا ما شفتش حاجة ولا أعرف حاجة، دول كانوا بيسكوا علي الباب بالمفتاح، ومرة كانوا قافلين علي الباب، ولما فتحولي كنت رايحة أهرب واتشعلق في الوابور أروح أسافر كفر الزيات عند خالي. سألها سليمان بك عزت: وما الذي جعلك تفكرين في الهروب؟ ردت بديعة وقالت له: شفت منام قط كبير بيبصلي. رد عليها سليمان بك عزت وقال لها: يظهر إنك نبيهة جدا وكدابة، والحكاية دي كلام فارغ، والأحسن تقولي الحق. ردت بديعة وقالت: أنا شفت ريحة نتنة. قال لها سليمان بك عزت: الريحة ما تنشفش، لازم شفت حاجة جعلتك تريدين الهروب من البيت، إيه هي؟ قالت بديعة: أنا شفت حاجة كبيرة. قال لها سليمان بك عزت: وما هي الحاجة الكبيرة اللي شفتيها؟ قالت له بديعة: شفت حاجة سودة متغطية. وبدأت بديعة زي ما ذكر وكيل النيابة أو رئيس النيابة سليمان بك عزت في محضره، بدأت تتلفت ناحية الباب يعني خايفة من إن أي حد من أهلها يكون سمعها أو سمع الكلام اللي بتقوله لسليمان بك عزت. كانت خايفة جدا وكانت في حالة ذعر شديد جدا. بدأ سليمان بك عزت يحاول تهدئة الطفلة الصغيرة الخائفة المذعورة، وقال لها: بصي شوفي، مفيش حد في الأوضة، لا أبوكي ولا جوز خالتك ولا عرابي ولا حد، قولي الحق، ما تخافيش يا بديعة. هنا بدأت بديعة تتكلم وتشكي حالها لسليمان بك عزت. قالت بديعة: أنا كنت عيانة، ويوم ما خالتي ضربت بتاعة البطاطا ودهستها لها في الأرض، أمي شالتني وراحت بي عند الحكيم اللي قدام الكراكون، وأعطاني زجاج الدواء، وأنا عملت نفسي جدعة. قطعها وكيل النيابة وقال لها: نريد أن نعرف أنت شفتي إيه. ردت عليه بديعة وقالت له: اللي شفته شفته، بس ما عرفش اتكلم. قال لها وكيل النيابة، قال لها سليمان بك عزت: قولي شفتي ايه. بديعة ردت وقالت له: اهو شفت حاجة كبيرة وخلاص، وما اقدرش اتكلم، وهفت علي ريحة نتنة، لاني خايفة من اهلي كلهم، هم ساعات يجيبوا الناس، وبعدين امي تقولي روحي خرجي برا، وساعات تديني لقمة صغيرة. سألها سليمان بك عزت: قولي لي شفتي ايه، ما تخافيش يا بديعة. ردت بديعة وقالت له: أنا خايفة من الراجل اللي كان هنا، تقصد بكلامها ده عرابي حسان. قال لها سليمان بك عزت: هل الشيء الذي شفتيه كان عرابي يعمله؟ ردت بديعة وقالت له: عرابي وأبويا وخالتي وعديلة وأحمد الجدر، أما أمي فكانت تخرج برا وتسيبهم. سألها سليمان بك عزت: ما الذي كان يفعله عرابي وهؤلاء الأشخاص؟ قالت بديعة: كنت أشوفهم يحفروا.
قال لها سليمان بك عزت والمرأة التي تكون معهم هل كنت ترينها؟ قالت بديعة الدنيا كانت بتبقى ظلام ولا كنتش أقدر أشوف حاجة، لكن كنت أتشعلق على الشباك اللي في الأوضة اللي فيها الزير وأشرب منه. سألها سليمان بك عزت من كنت تشاهدينه يحفر وأين كانوا يحفرون؟ قالت بديعة كان محمد زوج خالتي سكينة وسكينة نفسها وعديلة وعرابي والجدر، كانوا يحفروا تحت الدكة تقصد الصندرة، وكانوا مولعين اللمبة وحطينها تحت الصندرة مدارية حتى لا يظهر منها نور خارج الصندرة. عارف اللمبة دي؟ كانوا يحطوها في الركن وأنا ما شفتش حاجة زيادة عن كده، ولو كنت شفت شيء كنت أقول. وسكتت بديعة اللحظة وأنهت شكواها من أهلها وقالت له لسليمان بك عزت حتى أنا لم يشتروا لي مدورة فوق راسي، ولما كنت أقول لهم هاتوا لي مدورة كانوا يشخطوا فيا. كانت بديعة بتتكلم بخوف وبرعب، ولكن بعد ما طمنها سليمان بك عزت بدأت تتكلم بطلاقة، وده اللي شجع سليمان بك عزت أنه يكمل استجوابها. سألها سليمان بك عزت وقال لها عندما كنت تتشعبطي على الشباك بأي شيء كنت تشاهدينهم يحفرون في أرضية الحجرة؟ ردت بديعة وقالت له بالقدوم، وكانت الدنيا ضلمة زي الكحل وفي الأول طلع البلاط. سألها سليمان بك عزت وما هو شكل القدوم؟ قالت بديعة قدوم له سنة مبططة وإيد قصيرة من الخشب. سين بعد ما حفروا عملوا إيه؟ جيم في الأول طلعوا البلاط وبعد كده حفروا في الأرض غويط قوي، وأنا لما شفت كده طلعت أجري ألعب في الحارة، والدنيا جوه في الحجرة ظلام حتى في النهار، إذا حطيت حبة ملح على إيدك ما تشوفهاش. سين وقت الحفر هل كانوا كلهم موجودين؟ جيم كلهم كانوا موجودين، سكينة وعديلة وأبويا وزوج خالتي محمد عبد العال وعرابي وأحمد الجدر. سين ألم تري نزلة بينهم وقت الحفر؟ جيم لا، لأن الدنيا كانت ظلام. سين ألم تري أحدا نائما في جهة من جهات الأوضة؟ جيم لا. سين ألم تشاهدين نزلة بعد ذلك أو ترسلك أمك أو أبوك إلى منزلها؟ جيم لا. سين وأين كانت أمك ليلتها؟ جيم معرفش، كانت بيتة برا البيت. سين هل أخبرت أمك بما رأيته في الليل؟ جيم لا. سألها سليمان بك عزت وقال لها لماذا؟ قالت له أصل أمي بتصرف عليا وبحبها لكن لا أحب أحد من أهلي التانيين. سألها سليمان بك عزت وقال لها لكن أمك قالت إنها كانت موجودة وشهدت عرابي وأحمد الجدر مع نزلة، ولم تقل إن أبوك أو خالتك أو زوج خالتك ولا عديلة كانوا موجودين. بديعة ردت وقالت أنا شفتهم كلهم، وأمي عايزة تطلع أبويا ولو تموت هي. سألها سليمان بك عزت وقال لها هل رأيت هذا المنظر إنهم يحفرون الأوضة يتكرر أمامك؟ ردت بديعة وقالت له لا لم أره إلا هذه المرة. سألها سليمان بك عزت هل تتذكرين ملابس نزلة يوم حضرت عندكم؟ قالت بديعة كانت لابسة جلابية سودة. سألها سليمان بك عزت والمصاغ الذي كانت ترتديه؟ قالت بديعة هي كانت ملفوفة في الملاية وأنا لو كنت شفته كنت قلت عليه. سألها سليمان بك عزت وأين تنامين؟ قالت بديعة في حضن أمي. وأين تنام أمك؟ قالت بديعة لما يكون عندنا حد في البيت بتنام برا في الحوش، ولما ما يكونش عندنا حد أنام أنا وأمي وأبويا مع بعض في البيت. سين وأين تنام سكينة وزوجها؟ بديعة قالت بيناموا في بيتهم وأنا حرمت أروح هناك. قال لها سليمان بك عزت لماذا؟ ضحكت بديعة فجأة وهمست وقالت مفيش حاجة. قال لها سليمان بك عزت لماذا؟ قالت بديعة أصل أنا بروح على باب بيتها وأقول لها يا سكينة وأجيب طوبة وأحدفها وأطلع أجري. وضحكت بديعة مرة تانية. فسألها سليمان بك عزت ولكن لماذا لم تكونين تدخلين بيت خالتك سكينة؟ قالت بديعة خايفة. قال لها ومن أي شيء تخافين؟ قالت بديعة الدنيا ضلمة. قال لها سليمان بك عزت طيب ما بيتكم ضلمة أيضا. قالت له بديعة ساعات سكينة بتكون سكرانة خالص
ولما أوصل لها يجي زوجها يوصلني، أطلع أجري. سألها سليمان بك عزت: هل أبوك وأمك عايشين مع بعض في سلام؟ قالت بديعة: ساعات يزعلوا وساعات يصطلحوا. قال لها: ولأي سبب بيزعلوا؟ قالت بديعة: أصل أمي ساعات بتطبخ الطبيخ حامي قوي فيزعل. سألها سليمان بك عزت: هل تعرفين إن أبوك طلق أمك؟ قالت له بديعة: أيوة، وتجوز واحدة تانية. وهل خالتك سكينة مطلقة أيضا؟ قالت بديعة: لا، وزوجها بيبات معاها في البيت، لكن دايما سكينة هي اللي بتصرف عليه. سألها سليمان بك عزت: ومن أين تصرف سكينة؟ قالت بديعة: من فلوسها. قال لها: ومن أين تأتي بالفلوس؟ قالت بديعة: معرفش. سألها سليمان بك عزت وقال لها: لابد أن هناك سببا كان يجعلك تخافين دخول بيت خالتك سكينة، فما هو؟ فجأة قالت بديعة: الحقيقة أني كنت أخاف أدخل بيت خالتي سكينة، لأني شفتهم قتلوا فيه نسوان، وشفتهم قبل ما يقتلوا واحدة بيسقوها كوباية نبيذ ويحطوا لها في الكوباية حاجة صغيرة السطل، فلما المرأة من دول تشرب الكوباية تدوخ، ولما تدوخ يخنقوها ويقلعوها الصيغة تاخدها سكينة تبيعها عند علي الصايغ. سألها سليمان بك عزت وقال لها: كم امرأة شاهدت قتلها في بيت خالتك سكينة؟ قالت له بديعة: أربعة. قال لها سليمان بك عزت: تعرفين أسمائهم؟ قالت له بديعة: لا، لكن أعرف من النساء اللاتي قتلن نظلة وفردوس وزنوبة بتاعة الفراخ وفاطمة المخدمة. قالت بديعة: اللي اتقتلوا عند سألها سليمان بك عزت وقال لها: في أي مكان قتلت كلا منهن؟ قالت بديعة: اللي اتقتلوا عند سكينة فاطمة شيخة المخدمات العورة وزنوبة بتاعة الفراخ، وطبعا ده مش حقيقي لأن زنوبة اتقتلت في بيت أو في غرفة ريا واندفنت في غرفة ريا، وأنا أعرفها لأن سكينة كانت بتجيب من عندها الفراخ الميتين وتطبخها وتوكلها للنسوان اللي بيحضروا. أما نزلة وفردوس اتقتلوا في بيتنا. سين: هل تعرفين فردوس؟ ردت بديعة وقالت: أعرفها، وهي حتى كان عندها بنت خدامة كبيرة عني اسمها قنوع، وكانت سكينة تسحب فردوس بحجة إن عندها هدوم كويسة ورخيصة وتقولها تعالي اشتريها، لكن لا تحضري معاك البنت الخدامة. سين: لما سكينة أخذت فردوس وراحت منزلكم، هل بقية الأشخاص حضروا؟ قالت بديعة: كلهم كانوا موجودين في البيت. سين: وماذا حدث؟ قالت بديعة: قفلوا عليهم باب الغرفة، وكنت إذا بصيت عليهم من الشباك يطردوني، فأخاف واطلع أجري وارجع تاني بعد ما يقفلوا الباب، فطلع أبويا فتح الباب وضربني بالعصاية فهربت. سألها سليمان بك عزت: وما الذي رأيتيه داخل الحجرة؟ قالت بديعة: شفتهم أعطوها كوباية النبيذ وفيها السطل، كان أبويا يجهز الكوباية برة وبعدين يخش الأوضة ويقدموا الكوباية وفيها النبيذ لفردوس، فكانت تأخذ مزة وتحطها في حنكها وبعدين تشرب النبيذ، وبمجرد ما تشرب تدوخ. سألها سليمان بك عزت وقال لها: ومن الذي أعطى فردوس الكوباية؟ قالت بديعة: سكينة قالت لها خدي الكوباية دي من إيدي. قال لها سليمان بك عزت: هل كانت أمك موجودة وشاهدتهم؟ قالت بديعة: أمي بصت عليهم من الشباك وطلعت تجري برا البيت، وفي كل مرة يحضروا في البيت ويعملوا كده والشاي يبقى أصفر وتخاف وتطلع تجري برا البيت. سين: ومن الذي أخذ مصاغ فردوس؟ جيم: أبويا قلع لها المصاغ وأعطاها لسكينة في منديل. سين: وكيف قلع لها المصاغ؟ قالت بديعة: جاب صابونة وبل إيدها بالصابونة وشد الغوايش فطلعوا من إيدها. قال لها سليمان بك عزت: وكيف عرفت أن سكينة باعت المصاغ لعلي الصايغ؟ ردت بديعة وقالت له: أنا أعرفه وأعرف دكانه لأني رحت وراهم، ودكانه ناحية الطرطوشي، وهناك رصيف خشب ورصيف زلط، والحيطة خضرة والأبواب بني، ويعطوا له المصاغ يعطلهم 3 جنيه أو 4 جنيه يفرقوهم على بعضهم، وأنا لم يعطوني شيء مطلقا ولا جابوا لي جلبية، وأبويا لما أطلب منه 20 فضة يلعن أبويا، وسكينة تقول لي سيبينا في حالنا هو إحنا لاقيين نفطر، وتخبي الفلوس من أمي كي لا تعرف وعشان ما تسلفهاش، ولكن أنا قلت لأمي فقالت لي سيبك منهم
هم لاقين يفطروا، وإن كنت يا بنتي عايزة حاجة أنا أحضرها لك وتشتري بقرشين أو بقرش أو بتلات قروش ليا برتقال. بعد كده سألها سليمان بك عزت وقال لها: وكيف قتلت فاطمة شيخة المخدمين؟ قالت بديعة: سكينة شحتت برقع من الجيران اللي ساكنين في منزلنا فوق ولبسته وراحت دكان فاطمة العورة فلم تجدها، فراحت لها في البيت وجدتها بتكنس وبتسخن مية عشان تغسل وشها، وأنا عرفت كده لأن سكينة أخدتني معاها، ولما رحنا البيت قالت لي اطلعي اندهي لها فلم أطلع، فطلعت هي وطلعت وراها، وفاطمة عملت لها قهوة ونزلت معاهم ونزلت معاها وجم على البيت، وكانوا الرجالة هناك أبويا وزوج خالتي وعرابي والجدر وعديلة، ولما قلت لأمي شتمتني لأني رحت مع سكينة وقالت لي بكرة يسجنوك، اوعي تاني مرة تروحي مع حد، وعشان كده لم أرجع على بيت سكينة تاني ولا أعرف ما الذي حدث لفاطمة. بدأت بديعة تسرد بعض الأكاذيب عشان تبرأ أمها وتبعد أي شبهة عن أمها ريا، لأن زي ما احنا عارفين إن اللي استدرجت فاطمة العورة أو سحبت فاطمة العورة هي أمها ريا ومش خالتها سكينة. كانت بديعة بتكره خالتها سكينة لأنها كانت بتعاملها معاملة سيئة جدا، ولما طلبت بديعة من أمها تاخد سمكتين من سكينة اللي كانت بتطبخ سمك فقالت ريا: سيبيني بلا سمكتين بلا زفت. وكان الكلام ده من اختراع وخيال بديعة من كتر كرهها في سكينة، لأن بديعة هي بنفسها اللي راحت لخالتها سكينة وطلبت منها سمكتين، فقالت لها سكينة: سمكتين ايه، ابعدي عننا مفيش سمك. وبعد كده سألها سليمان بك عزت وقال لها: هل قتلوا أحدا بعد فردوس؟ قالت له بديعة: قبل فردوس قتلوا كتير، ولكن بعدها ما شفتش حد، وهي كانت الأخيرة، وأمي كانت تقول لأبويا أنا عاوز أتطلق منك ولا أقعد معاك، لكن كان يعطيها فلوس فترفض، فكان يقول لها خدي وإلا أضربك. فسألها سليمان بك عزت وقال لها: وكيف قتلت زنوبة بتاعة الفراخ؟ قالت بديعة: هي جابتها سكينة، جابتها في البيت وكانوا برضو محضرين السطل في النبيز. قال لها وكيل النيابة: هل إذا أحضرنا أمامك أبوك وزوج خالتك وخالتك وعرابي والجدر وعديلة تقولي في وشهم اللي قلتيه دلوقتي؟ قالت بديعة: أنا أخاف منهم لأن أبويا قال لي اوعي تقري أحسن أعمل فيك زي النسوان اللي قتلتهم، حتى أنا كمان أعرف واحدة اسمها بخيتة كانت دقة على قرطها خمسة وخميسة وكانت راحت الملاحة تجيب سمك، فأهلها قالوا لها تعالي شوفي السمك بيلعب ازاي في المية، ومسكوها ضربوها بالسكينة ورموها في الملاحة. قال لها سليمان بك عزت: وما سبب هذه الحادثة ولماذا تذكرينها؟ قالت بديعة: لأني رحت مع أم الملاحة نشتري سمك، وهناك لقينا بخيتة والدم سايح، واليوم ده كان عندنا نسوان ورجالة، وسكينة هي اللي قالت لأمي روحي هاتلنا سمك من الملاحة. أنا أعتقد أن بديعة قصدها من ذكر الحكاية دي لسليمان بك عزت إن هما أهلها أبوها وأمها كانوا بيخوفوها بمقتل البنت بخيتة ده، إن هما ممكن يقتلوها زيها لو اتكلمت أو قالت أي حاجة من اللي شافتها في البيت أو من اللي بتحصل أمامها في البيت. سألها سليمان بك عزت وقال لها: وهل كان موجود أحد عند سكينة؟ قالت بديعة: أيوة، واحدة معرفش اسمها، بيضة وقصيرة. قال لها سليمان بك عزت: وماذا حدث؟ قالت بديعة: سكينة قفلت باب الأوضة لأني قلت لها أنا خارجة، وبعد شوية رجعت بصيت عليهم من خرم الباب شفت واحدة نايمة مسطحة على ظهرها، وأبويا قلع لها المصاغ، وبعدين شفتهم بيحفروا فطلعت أجري على أمي. بعد كده استدعى سليمان بك عزت عديلة وواجهها بأقوال الطفلة بديعة. أنكرت عديلة تماما أي صلة لها بقتل النساء، فأمر سليمان بك عزت بإعادة إحضار بديعة مرة تانية اللي كانت أودعت في الملجأ العباسي زي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت. فقال لها سليمان بك عزت لبديعة: ما هي الحقيقة؟ هل كانت عديلة توجد مع أبيك وخالتك وزوج خالتك وعرابي والجدر عند قتل النساء؟ قالت بديعة ببساطة: الحقيقة إن عديلة وعرابي وأحمد الجدر ما كانوش موجودين أبدا، واللي كانوا بيقتلوا النساء أبويا وزوج خالتي محمد عبد العال وسكينة، أما أمي فكانت تعرف اللي يفعلوه مع النساء، ولما كانت
الواحدة تخش مع سكينة، يقوم أبويا يقول لأمي روح اشتري حاجة، فكانت تروح وتترك البيت، وكانوا يجهزوا كوباية نبيذ فيها سطل يعطوها للحرمة ويقتلوها ويدفنوها. قال لها سليمان بك عزت: إذا لماذا قلت أن عديلة وعرابي والجدر كانوا يوجدون عند القتل؟ قالت بديعة: أبويا هو اللي قال لي قولي كده، وقال لي اوعي تقولي عليا ولا على أمك، قولي إن عديلة وعرابي والجدر كانوا يوجدون مع سكينة وزوجها محمد عبد العال. قال لها سليمان بك عزت: ومتى قال لك أبوك ذلك؟ قالت بديعة: هو في الأول قبل ما يظهر إن فيه نسوان مقتولة عندنا، ومن زمان كان يقول لي اوعي تقولي حاجة، وإن حد سألك قولي ما شفتش ولا أعرف أي شيء، وإلا أذبحك وأعمل فيك زيهم. ولما ظهرت الجثة عند سكينة في الأول قال لي: إن سألك حد قولي إن اللي عمل كده عرابي والجدر وعديلة وسكينة ومحمد عبد العال، وما تقوليش عليا ولا على أمك. قال لها سليمان بك عزت: هل رأيت بعينيك أباك وزوج خالتك يقتلان؟ قالت بديعة: لا، أنا لم أرى القتل بعيني، لكني شفت الحفر. قال لها سليمان بك عزت: وقت الحفر هل كنت ترين أي واحدة نائمة؟ قالت بديعة: لا، ما كنتش أشوف نسوان نايمة. قال لها سليمان بك عزت: لكن كنت ترينهم يدخلون البيت؟ قالت بديعة: نعم، كنت أراهم يدخلون مع سكينة. قال لها: هل تتذكرين أسماءهن؟ قالت بديعة: لا أعرف منهن سوى ثلاثة، نظلة وفردوس وزنوبة. قال لها سليمان بك عزت: وأين قتلن؟ قالت بديعة: نظلة وفردوس قتلوا في بيتنا، أما زنوبة فاتقتلت في بيت سكينة. قال لها سليمان بك عزت: هل كنت تشاهدين تحضير النبيذ بالسطل؟ قالت بديعة: نعم. قال لها سليمان بك عزت: ومن الذي كان يجهزها؟ قالت بديعة: سكينة. قال لها سليمان بك عزت: وكيف كانت تفعل ذلك؟ قالت بديعة: كانت تحضر كوباية النبيذ وأبويا يعطيها السطل، وهي قطعة صغيرة قد عقلة الصباع ملفوفة في ورق زي المشمع، تحطها في النبيذ وتدوبها فيه بمعلقة صغيرة. سألها وكيل سليمان بك عزت وقال لها: وهل كلامك اليوم هو الحق؟ ردت بديعة وقالت: أيوة، وحياة تربة أخويا وحياة سيدي عماد. وكانت بديعة لما تحب تحلف حلفان وتكون صادقة فيه كانت تحلف بتربة أخوها وسيدها عماد. أتمنى أن حلقة النهاردة تكون نالت على رضاكم وإعجابكم. قدمنا فيها نص أقوال واعترافات بديعة بنت ريا أمام سليمان بك عزت لأول مرة، زي ما اتقالت بالنص إلا بعض الكلمات القليلة اللي ما كانش ينفع أن أنا أقولها في الفيديو احتراما لأصدقائي الأعزاء. بديعة بنت ريا زي ما قلنا عاشت وماتت مظلومة. ماتت بديعة بنت ريا يوم 4 نوفمبر سنة 1925 بعد إصابتها بمرض السل الرئوي. ماتت في الإسبيتاليا الأميري واندفنت في مقابر الصدقة في العمود. اتقال طبعا بعض الإشاعات أو بعض الأقوال المكذوبة إن بديعة اتقتلت في حريق حصل في الملجأ العباسي، ولكن ثبت بالدليل الساطع والقاطع إن الملجأ العباسي لم يحدث فيه أي حريق على الإطلاق. بديعة لم تمت محترقة. بديعة بنت ريا ماتت بمرض السل الرئوي في 4 نوفمبر سنة 1925 في الإسبيتاليا الأميري، واندفنت في مقابر العمود مقابر الصدقة. كمان بديعة اللي يثبت لنا إنها ماتت بالسل الرئوي إنها كانت زي ما هي حكت وقالت وقلناها في الحلقة النهاردة، إنها كانت مريضة بصدرها أو كان عندها مرض صدري وكانت بتتعالج منه، زي ما قالت إنها راحت عند الطبيب أو الحكيم اللي كان أمام الكراكون واللي أعطاها زجاجة دواء، فكانت هي مريضة قبل كده بمرض الصدر وده كان سبب وفاتها زي ما قلنا. أتمنى أو في النهاية أدعو بالرحمة لبديعة بنت ريا اللي عاشت مظلومة مقهورة وماتت غريبة وحيدة، واللي كان من حسن حظها أو من كرم ورحمة ربنا بيها إنها تموت قبل ما تكبر، لأنها ما كانتش هتتحمل نظرة المجتمع ليها باعتبارها بنت السفاحة ريا وبنت السفاحة سب الله. أتمنى إن الفيديو يكون نال على رضاكم، وأتمنى إن أكون قدمت لكم حاجة مفيدة. أحب أسمع آراءكم في التعليقات، ولو في أي سؤال أكون سعيد جدا وإن أنا أجاوبه على حضراتكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.